هيبقى عندك مسكرة ما ترميهاش ما ترميهاش كده على طول في الزبالة لما تخلص. لا، نحلل فلوسنا، ما هي مش فلوس حرام، هي ما هيش فلوس حرام. المسكرة خلصت، يبقى احنا نعمله ايه؟ نحللوها. نحللوها هنعمله ايه؟ هنعمله ايه؟ اقول لك هنعمله ايه. هتجيبي كوباية تحطيها كده ماشي، براد مية سخنة بتغلي، تقومي جاية عاملة كده وتسيبيها بقى شوية. اتفرجي بقى على الجمال، سيبيها بقى كده شوية، سيبي حللي فلوسك. بصي لازم تبقي ماسكاها بصباعك كده، عشان بصي هتطلع، لو هتطلع لو ما مسكتهاش كده. سيبيها بقى شوية كده، انت كده كده مش خسرانة حاجة يعني، قاعدين فاضيين، سلي نفسك. بصي سبتها كده بالظبط بتاع 10 دقايق، تعالي نشوف النتيجة. 10 دقايق بالظبط. بصي بسم الله الرحمن الرحيم، بصي الجمال.